السلام عليكم ورحمه الله متتبعي قناه اسرار طيور، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم يعني هذا الفيديو هذا غادي نعرفكم على بعض المنتوجات يلاه دخلت اليوم، يعني منتوجات جديده عندنا هنا في المحل. يعني غادي نعرفكم على المنتوجات ونقربوا لكم الصوره اكثر. عندنا هنا الباطي، هاد الباطي هذا خلاص باطي ابيض باللوز. عندنا الباطي هذا ابيض بالحبوب، هذا باطي اصفر، هذه خلطه الشوك لطيور الحسون. يعني الاحجام عندنا، يعني هاد السطوله هادو فيهم 4 كيلو، السطوله فيهم 4 كيلو، وبالنسبه لهاد لي ساك هادو يعني الاحجام ديالهم فيهم 12 كيلو. كذلك هادو عندنا الباطي هنا الابيض باللوز والباطي الابيض بالحبوب، وعندنا التاكيل اليدوي مركز ويونا. وكنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده انتم والطويرات ديالكم، ومرحبا بكم وكنشكركم على التعليقات الجميله ديالكم. ومرحبا بكم عند اخوكم خالد في مدينه مكناس، مرحبا بالجميع. لي برودوي راهم كاينين، كلشي موجود الحمد لله. كنتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم، وان شاء الله يعني راه غادي نديروا فيديوهات يعني على الطريقه ديال تجهيز الطيور والطريقه باش غننسجوا الطيور. يعني غنبقاو نعطيو معلومات، يعني معلومات على التربيه ديال الطيور الكناري بصفه عامه، وبالنسبه يعني غادي نعطيو معلومات على التربيه ديال الطيور الحسون في السلاكه وفي الاقفاص. وشكرا لكم على المتابعه، وكنشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.